الحقيقة عندي مشكلة أكبر من كلمة فوبيا وأكبر من الفكرة. أنا مشكلتي في مصطلح تثبيت الدولة. إحنا في دولة عمرها 7000 سنة، هي راسخة بالفعل، وهي دولة ثابتة وراسخة ولم تهتز، ومؤسساتها ممتازة. لا 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 لا، كتير جدا جدا. فين المؤسسة اللي بتقوم بدورها هنا؟ هنا يبقى عندنا اختلاف على تعريف كلمة دولة. ما هي الدولة؟ أظن أن المقصود أن الدولة مؤسسات الدولة، فقط مش الدولة المؤسسات الأمة الحكومية. وإذا كنت أنا هشتغل على مؤسسات الدولة فقط، لأن الدولة المصرية دولة ثابتة في رأيي ومن وجهة نظري، ودولة قوية ومستقرة وراسخة، يبقى مؤسسات الدولة لا تحتاج إلى حملة دعاية إعلامية، لكن تحتاج إلى عمل داخلي داخل المؤسسات. فإحنا عندنا مشكلة في فهم اللي كان بيقصده رئيس الجمهورية من أساسه. هو إيه المقصود؟ إحنا عندنا مشكلة في فهمه، مش هو كان واضح. لا، أنا أظن أنه هذا رجل شهد بداية انهيار الدولة عدة مرات. يعني شافها في 2011 وكان قلق عليها جدا، وشاف المشهد في 2011 هو مشهد بداية انهيار دولة لولا حاجات كتيره جدا حصلت فيها في هذا الوقت، منها تدخل القوات المسلحه. وفي انهيار يقلقوا جدا كمان المشاهد اللي هو بيشوفها حواليه، يقلقوا التدخل، يقلقوا التمويل، يقلقوا اشياء كثيره جدا. وبالتالي هو كرجل مسؤول، هو كرجل مسؤول قلق على هذه الدوله الآن، على فكرة أنه هذه الدولة لو صامدة هو يستطيع أن يبني، لو الدولة دي مهتزة هو مش هيقدر يبنيها. يمكن استخدام كلمة فوبيا ده اللي احنا هو مختلفين كده عليه. هو فجأة كده بقوا المصريين كلهم مدركين لحجم التحدي. هما نزلنا في 30 يونيو ليه؟ يبقى المصريين كلهم نزلنا ليه؟ احنا الأحداث في ناس بتنكروا نهائيا حضرتك ما عملتش بروفايل. رد فعل الشارع في 2011 كان رد فعل راسخ وقوي جدا، واعي. لا لا لا، في 30/6 نفس الحكاية. لا، 2011 كان فيها مشكلات، وقت انهيار الداخلية. لا، في 2014 نفس الحكاية. احنا كنا على شفا انهيار دولة. في 2011 كان شعارها قوم نحرق المدينة ونعمر 21. يمكن المقصود التوجهات الإعلامية، يعني يمكن المقصود يكون لا التوجهات الإعلامية والمحطات الخارجية اللي بتشتغل. أنا بفهم، ممكن أقدر أفهم الرئيس يقصد إيه. يقصد إنه ساعدوني، يعني أنا ممكن أختلف على كلمة فوبيا، لكن أقدر أفهم فكرة ساعدوني علشان البلد دي تقدر تمشي. انا باخد قرارات صعبه زي ما ديانا قالت، انا باخد قرارات جريئه، انا باخد قرارات يعني قد لا يتحملها ناس كتير. ساعدوني ان انا اقدر اكمل السكه دي. ساعدوني ازاي؟ انا فاهمه ممكن تختلفوا، بس انا بفسر اللي انا كواحده بشتغل في ميديا. وخافوا على بلدكم، هي مساله منطقه. احنا دلوقتي خافوا على وحده هذا البلد وتماسكه. احنا الخمسه مختلفين على تفسير المعنى المقصود. لا بس احنا على المعنى. بس هو وصل لي ووصل لجرحي، وصل لي ده يعني. لا احنا فاهمين ماذا يقصد الرئيس بفكره تثبيت الدوله. كان بيتكلم على مؤسسات الدوله وعدم العبث بها. الدولة ما هياش فقط مجموعة مؤسسات. هو كان المفروض يقول في نص مؤسسات الدولة على اعتبار انه ما فيش دولة عامة وقطاع خاص واحزاب ومجتمع مدني ومنظمات. ما هياش فقط الحكومة، ما هياش فقط المؤسسات او الخطاب اللي بيجي من الحكومة للمواطن. مؤسسات الدولة هي الحد الادنى للدولة يا باشمهندس، الحد الادنى. مؤسسات الدولة بعديها لو اند اوردر معروفة. انا هنا مختلف، ما فيش دولة بحد ادنى وحد اقصى. الدولة هي الدولة. يعني لما تفقد دول حضرتك ما تتحولش لحروب أهلية وتعتبرها دولة. يعني لما بتفقد يعني دول ما تتحولش لحروب أهلية، ما تتحولش لصراعات. الشعب أو المستمعين بتوعك أو المشاهدين بتوع هذا البرنامج أو غيره، طول ما هم هيبقوا خايفين هم مش هيعرفوا يحلقوا. لا مش مطلوب. يمكن احنا اللي احنا مختلفين عليه فكرة ان احنا نخوف. لا احنا ما بنخوفش، احنا بنؤكد قوة هذه الدولة، احنا بنؤكد رسوخ هذه الدولة. يمكن التخويف هو ده اللي ممكن نختلف فيه مع الرئيس. هو العكس. احنا اللي هو عارف زي ايه عارفه زي خافوا على بلدكم. هي خافوا على بلدكم، خايفين على بلدنا. الموضوع بهذه الدرجه على بلدنا على طول الوقت، وده اللي احنا موافقين عليه، ده اللي احنا موافقين عليه. لكن الحديث راح لحتت كتير قوي،
وفسر الكلام. انا اظن ان هو ده المعنى. التفسير تجويل والتفسيرات لا يحاسب عليها نص الكلام. ده اللي احنا بنتكلم عليه. نص الكلام في فوبيا.